استطاع سوريون إيصال صوتهم لأروقة السياسة البريطانية وتفعيل دورهم السياسي تزامناً مع الانتخابات العامة في البلاد. تحت عنوان احموا المدنيين، أطلقت منظمة التضامن مع سوريا حملة إلكترونية طالبت فيها نواب البلديات حماية مدنيي سوريا. تفاصيل أوفى في تقرير وفاء زيدان. انتخابات مبكرة في بريطانيا وجدت فيها الجالية السورية فرصة لإيصال صوتها للحكومة الجديدة، فقد أطلقت منظمة التضامن مع سوريا حملة بعنوان احموا المدنيين على مواقع التواصل الاجتماعي. يقوم من خلالها السوريون بتعبئة طلب في أقل من 30 ثانية لمطالبة نواب بلدياتهم بحماية المدنيين في سوريا، كما أكد أحد متطوعي المنظمة. هدفها التأثير على الـ على الـ على القرار السياسي البريطاني، بحيث أنه مرشحين الانتخابات يتمنوا وعود هدفها إعطاء أبسط الحقوق للشعب السوري. أسست منظمة التضامن مع سوريا عام 2014، ويدير عملها مجموعة من المتطوعين من مختلف الجنسيات، يعمل جميعهم عن بعد. لذلك قمنا بلقاءات معهم في الشارع، حيث أكدوا لنا أنهم يركزون على الملف السياسي السوري في بريطانيا من خلال دفع الحكومة للإصغاء للسوريين أنفسهم والضغط عليها لحماية المدنيين في سوريا. جارية السورية هون، والشعب البريطاني عامة مو بس السوريين، أنه يبعثوا هلا 8 وعود لكل مرشحين الانتخابات، مشان هدول المرشحين يشوفوهم ويلتزموا فيهم. لاقت الحملة مشاركة من مئات السوريين حول المملكة، قوبلت بردود إيجابية في الغالب من نواب الأحزاب، خصوصاً المنتمين لحزب الديمقراطيين الأحرار، حيث وعدوا بتبني سياسات حماية المدنيين السوريين المتمثلة بإيصال الغذاء للمحاصرين وإيقاف القصف ومحاسبة مجرمي الحرب. رغم حدثت قدوم السوريين إلى البلاد وقانون بريطانيا الذي يمنح حق التصويت بعد 6 سنوات من الإقامة الدائمة على الأراضي البريطانية، إلا أن ذلك لم يثنهم عن تفعيل دورهم السياسي وإيصال رسالتهم إلى قلب الحكومة والبرلمان بطرق أخرى. ورغم حداثة قدوم السوريين إلى البلاد وقانون بريطانيا الذي يمنح حق التصويت بعد 6 سنوات من الإقامة الدائمة على الأراضي البريطانية، إلا أن ذلك لم يثنهم عن تفعيل دورهم السياسي وإيصال رسالتهم إلى قلب الحكومة والبرلمان بطرق أخرى. في هذا البرلمان تصاغ سياسات تؤثر مباشرة في مصير الشعب السوري، لذلك أصرت الجالية السورية هنا أن تبقي صوتها مسموعاً في أروقته، خصوصاً في هذه الانتخابات الحاسمة. وفاء زيدان، أورينت نيوز، لندن. محمد إسرب، عضو منظمة سورية في يوركشير، أحد المشاركين في هذه الفعالية، نرحب به، سيكون معنا للتوضيح أكثر حول هذا الموضوع. سيد محمد، أهلا بك. وبداية، قد يختلط على البعض بأن هذه الفعالية قد تشكل نوع من الحق شبيه بالتصويت، لو توضح لنا أكثر. مرحبا، يعطيك العافيه وشكرا لتغطيه هالفعاليه على قناه اورينت. الموضوع هو حقيقه محاوله لتشكيل جبهه في البرلمان البريطاني مؤيده للقضيه السوريه، بحيث انه عندما يحدث تصويت في البرلمان البريطاني او عندما يتم نقاش القضيه السوريه يكون هناك بعض البرلمانيين المؤيدين او المتعاطفين مع قضيه سوريا. إذن هذا نوع من حشد الرأي العام أو للضغط على البرلمانيين أنفسهم وتوضيح لهم حول القضية السورية، نستطيع أن نقول هو حصرا هذا هو الدور، وممكن أن يكون له آثار أخرى
لاحقا؟ طبعا. هل هو في الانتخابات هنا في بريطانيا تقوم الأحزاب عادة بإصدار برامج انتخابية، فارتأينا نحن السوريين أن لا نقوم بدعم حزب واحد فقط، وخاصة في هذه الانتخابات التي لم تكن واضحة تماما، فقررنا أن نضع برنامج انتخابي لسوريا، ثم طلبنا جميع المرشحين الدعم هذا البرنامج الانتخابي، وقلنا لهم بأنه من يدعمه سيقوم السوريين بمحاولة دعمه. الهدف منها طبعا هو بناء هذا التواصل مع هذا البرلمانيين، كل الذين جابوا لنا بشكل إيجابي سنقوم بالتواصل معهم مستقبلا لطرح مواضيع تتعلق بالقضية السورية، منها مثلا موضوع اللاجئين، موضوع القصف الجوي في سوريا على المدنيين، موضوع قصف المستشفيات وما إلى ذلك. إذا وأنت تشير في كلامك، وكان البنود الأساسية لهذا البرنامج متعلقة بموضوع اللاجئين، موضوع القصف الجوي في سوريا، وإضافة لنقاط أخرى، ما هي يعني الاستجابة، مستوى الاستجابة، من هم البرلمانيين الذين تفاعلوا إيجابا مع هذا الطرح؟ حقيقة هي البرنامج الانتخابي لا أدري إن تم الحديث عنه قبل هذه المقابلة، ولكن هو من 8 نقاط يتعلق بالتركيز على الحق الديمقراطي للسوريين بتقرير مصيرهم في مستقبل خالي من الدكتاتورية ومن الإرهاب، التتبع ونشر المعلومات عن الطلعات الجوية للنظام السوري والنظام الروسي في سوريا لمعرفة من يقوم بقصف المدنيين والمستشفيات، المطالبة بإسقاط الغذاء الجو من الجو للمناطق المحاصرة للتخفيف عن المناطق المحاصرة، المطالبة بإدانة ووقف جميع العمليات الإجرامية ضد المدنيين في سوريا سواء من نظام الأسد أو من حلفائه. والاستجابة محمد بالمقابل؟ الاستجابة حصلنا على استجابة جيدة الحقيقة من حزب الديمقراطيين الأحرار، كان تعاونهم معنا جيد جدا، وحصلنا على استجابة من عدد كبير من نوابهم أو من مرشحيهم يعني، ولكن نسبتهم في البرلمان أصلا هي نسبة ضئيلة نوعا ما، ليس كذلك؟ وكذلك حصلنا على تعاون من قبل حزب الخضر الجرين، كمان عندهم نائب واحد في البرلمان، حصلنا على عدة ردود من قبل حزب العمال الذي يعني هو الحزب الثاني في بريطانيا، للأسف حزب المحافظين هو الحزب الأساسي في البرلمان، حصلنا فقط على إجابات مقتضبة وغامضة منهم. الهدف طبعا هنا لو توضح لنا أكثر هذه الإجابات الغامضة. كان أكثر بعضهم لم يجبنا نهائيا، بعضهم قال بأن الحزب المحافظين يهتم بالقضية السورية وبالسياسة الخارجية عموما باتجاه الشرق الأوسط من دون أن يقر أو بأن يدعم المطالب التي حددناها تحديدا. أي محمد عفوا المقاطعة، ولكن هل يعني ذلك بأنه تفاعل سلبي مع مشروعكم أم أنه تفاعل وليس تفاعل سلبي مع القضية بحد ذاتها؟ يعني نحن نلحظ المواقف المتقدمة أصلا للحكومة الأخيرة التي كانت لرئيس الحكومة الأخيرة. طبعا بعض النواب من حزب المحافظين مؤيدين لموضوع القضية السورية، يرون أن نظام الأسد لا يجب أن يستمر في السلطة، ولكن طبعا لا يؤيدون جميع البنود ومنها البنود التي تتعلق بوجود عسكري في سوريا، أو طبعا لا أقصد وجود عسكري في احتلال سوريا، ولكن أقصد مثلا في تقديم الدعم الغذائي عن طريق الجو أو تتبع مثلا طلعات النظام السوري والروسي، ولكن يرغبون في الدعم بعض النقاط من هذه المانيفست أو البرنامج الانتخابي. نحن هدفنا ليس طبعا أن نحصل على جميع النواب ليؤيدوا ما نقوم به، ولكن ما أردنا أن نحصل عليه هو بعض النواب بتشكيل جبهة من جميع الأحزاب، لأنه حاليا يوجد في البرلمان البريطاني مؤسسة تدعى All Parliamentary Group for Syria أو المؤسسة المعنية بأمور السوريين والتي تشمل جميع الأحزاب البريطانية، فنحن نقوم بعملية محاولة تقوية هذه اللجنة في البرلمان عن طريق
يعني تشجيل عدد اكبر من النواب. طبعا كما قلت حزب النواب حزب الديمقراطيه الاحرار وحزب الخضر ليس لديهم نواب كثيرون، ولكن كان هدفنا من ذلك هو عندما نحصل على مرشحين، حتى ولو ان بعض المرشحين دعمونا، حتى ولو لم يوصلوا الى البرلمان، يستطيعوا التاثير على البرنامج السياسي للحزب. نعم. حزب الديمقراطيه الاحرار اعلن عن في برنامج الانتخابي ذكر سوريا صراحه، وذكر تأييده لحق الشعب السوري في الحياه الديمقراطيه. يعني ولو في سؤال اخير محمد، بالعاده رجال السياسه يعني يتم خطابهم بالمصالح، بلغه المصالح، فبالتالي انتم يعني كمجموعه منظمات سوريه، ما هي لغه الخطاب معهم كانت؟ هل هي فقط احقيات قضيتكم ام انكم قدمتم لهم بعض الاوراق التي قد تغريهم؟ بالتأكيد المرشحين الانتخابيين عموما في فترة الانتخابات مستعدين أكثر للسماع للمواطنين أو للأشخاص الموجودين في منطقتهم، وبالتالي قمنا باستغلال هذه الفترة وقمنا بطرح مساعد أو دعمنا لهم مقابل دعمهم لبرنامجنا السياسي، وبالتالي كانت هي محاولة مقايضة، ونفس الوقت هي قضية نبيلة، نحن نطلب منهم بناء على حقوق الإنسان والقضايا الأساسية. يعني بينكم بين هذه المنظمات هناك مجموعة أيضا لابد أنها تستطيع التصويت، ليس فقط لاجئين. طبعا هناك مواطنين بريطانيين في هذه الجمعيات، وهناك أيضا الجمعيات الأخرى التي تتصل معنا في المجتمع البريطاني التي تتعاطف مع قضيتنا، وبالتالي عندما نقول لهم أن السوريين يتعاطفون مع هذا المرشح لانه تعاطف مع قضيتنا، فهذا يشجع العمليه. في بعض المناطق مثلا قاموا بعض السوريين بالمشاركه في عمليه توزيع الليفلتس يعني البرامج الانتخابيه للمرشحين. محمد اسرب، عضو جمعيه سوريه في يوركشاير، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. شكرا، يعطيكم العافيه. بعد رسومات رؤساء مشردون، أقام الفنان التشكيلي السوري عبد الله العمري وبالتعاون مع الفنان السويدي الهولندي بينو فروهام، أقاموا عرضا مسرحيا جسدوا فيه شخصية اللاجئ السوري ومعاناته قبل وبعد اللجوء. نودعكم من السويد مع عرض فايس فيرس أو العكس صحيح، في تقرير إبراهيم هنا. بأمان الله. شباب، واحد عم بصلي هيك ساجد عم بصلي. كان ذلك صوت نايف، الطفل الذي التقطته عدسة تلفزيون أورينت في ريف حلب. انتقل صوته من قريته الصغيرة إلى مدينة ستوكهولم، وفي أحد مسارحها حيث توضع اللمسات النهائية على عرض فايس فيرسا أو العكس بالعكس للفنان التشكيلي السوري عبد الله العمري والفنان الراقص الهولندي السويدي بينو فورهام. لانه بعرف انه هي القصص البسيطه اللي بتنعرض مره واحده على كانترفيو، كمقابله على قناه اخباريه، وممكن تروح تختفي وما حدا يحفظها يأرشفها بمكان. هي القصص الانسانيه العاطفيه اللي ممكن يكون الفن ممكن يطول لها عمرها اكثر، يخليها تضل اكثر بذاكره الناس وبحاضرهم كمان. طالما الوضع مستمر على ما هو عليه، لازم دائما نايف يكون متذكر. ارتباط الفنان عبد الله مع نايف لم يبدأ هنا، حيث قام سابقا برسم لوحة بورتريه لنايف اشتهرت في مواقع التواصل الاجتماعي، كما اشتهر عبد الله ايضا بسلسلة الهشاشة التي تصور زعماء سياسيين بحال من الضعف. بالعودة إلى العرض المسرحي فايس فيرسا، حيث تمكن عبد الله من نقل خبرته وأدواته كفنان تشكيلي إلى خشبة المسرح. هلا الشيء اللي كان جديد بالنسبة لي اشتغل بعرض مسرحي كفنان تشكيلي، عادة أنا ما اشتغلت كتير على المسرح قبل هذا العرض، بس إنه تشتغل بشيء مو هو من تماما من ضمن إمكانياتك اللي انت متاكد منها. هلا انا متاكد من امكانياتي بالرسم، يمكن بالفن التشكيلي، بس ما لي متاكد من امكانياتي على المسرح.
كان الهدف من العمل في البداية تصوير وضع اللاجئ السوري من خلال الثنائية الموجودة مسبقا في شخصية عبد الله السوري اللاجئ إلى أوروبا وبينو فورهام كمواطن أوروبي، إلا أنه وبعد عدد من اللقاءات والبروفات التي استغرقت قرابة العام سرعان ما تطور العمل في منحى آخر، حيث تلعب الشخصيتان الآن دورا واحدا ألا وهو الشخص السوري. A boy from Syria, and he was 6 or 7 years old. When he was هذه اللوحة عن قصة صبي سوري كان قد حصل في جزيرة لسبس اليونانية على هاتف ذكي محمول من قبل موظفة في منظمة تعمل هناك. وبعدها بأسابيع قليلة وصلتها هذه الرسالة بلغة إنجليزية ضعيفة. مفادها أنه عالق في شاحنة مع مجموعة من اللاجئين. يتميز العمل بأنه يقدم الفنانان عبد الله وبينو كفنانين وليس كممثلين، يتفاعل كل منهما مع اللوحات المعروضة حسب ما تمليه شخصيته الحقيقية بعيدا عن التمثيل، وهو ما لم نعتد على مشاهدته في المسرح بشكل عام. من السويد إذن سوف ينطلق العرض المسرحي فايس فيرسا والعكس بالعكس ليجوب دولا أوروبية عدة بينها لاتفيا وإيرلندا والنرويج، في حين يطمح بينو وعبد الله أن يقدما عرضهما هذا على خشبة مسرح عربي في المستقبل القريب. لتلفزيون أورينت نيوز، إبراهيم مهنا، ستوكهولم.